من هو طباخ ماكدونالدز الذي صار أغنى رجل في العالم؟ نتحدث عن جيف، صاحب ومؤسس عملاق التجارة الإلكترونية أمازون. جيف بيزوس اللي قلت لحضراتكم أن هو عدى بيل جيتس لمدة يوم كامل بثروة 90.5 مليار دولار ثم تراجع. مين هو بقى هذا الشخص الأسطوري الذي وصل إلى هذه الثروة؟ قصته هي قصة تقريبا قصص ناس كتيرة من العصاميين الناجحين. جيف بيزوس من أسرة بسيطة، والده كان عامل في سوبر ماركت وهو صغير، والده ووالدته انفصلوا، والدته اتجوزت من عامل آخر جاي من كوبا ما كانش بيعرف ولا كلمة إنجليزي إلا كلمة همبرجر. بعد كده في حد من قرايبه قال إنه يروح يعيش معاه وتبناه وتكفل به، وبعد كده قدر يتطور في الدراسة لغاية ما دخل جامعة برينستون المرموقة في ولاية نيوجيرسي. بعد ما اتخرج من جامعة برينستون المرموقة اشتغل في مطعم ماكدونالدز، كان هو طباخ في مطعم ماكدونالدز وفي نفس الوقت مبرمج على الكمبيوتر، بيحاول يجيب دخل من هنا ودخل من هنا، وهو بيطور نفسه وكان بيبيع كتب في نفس الوقت في جراج في إحدى المدن. يبقى إذا في مكان كده في جراج بيبيع فيه كتب، بيروح ماكدونالدز بعض الوقت يطبخ في ماكدونالدز أو يشتغل طباخ في ماكدونالدز، وفي نفس الوقت هو مبرمج كمبيوتر بيحاول يشوف سياق حياته يكون إزاي. بعد كده وقف ده كله وراح اشتغل في شركة استثمارات، نجح في الشركة دي ومشي الحال كويس، وبعد شوية قرر ان هو يعمل شركة ويأسس شركة اللي هي شركة أمازون. وقتها بقى أصحابه والناس اللي كلمهم يخشوا معاه، انت هتعمل أمازون ايه وتجارة إلكترونية ايه؟ مين هيخش على الإنترنت يشتري حاجة أو يبيع حاجة؟ طبعا وقتها الكلام ده سنة كام؟ 1994 1994، فكان لسه بدري. فالناس قالوا له انت اصلا هتصرف فلوس في شركه ايه؟ مين اللي هيخش على الانترنت ويامن كده على الانترنت يبيع ويشتري والكلام ده؟ انما بعد شويه لما اسس شركه امازون فوجئ بان هو في وقت قليل جدا اسابيع ربح 20,000 دولار، رقم كبير. ثم توالى النجاح، ثم بقت امازون بتوزع الكتب في اكتر من 40 دوله. ثم بعد كده ثروته اللي هي سنة 94 كان لسه بيأسس الشركة ما عندوش حاجة، مفيش سنوات قليلة بدأ يتحط في سياق الأغنياء، فثروته وصلت لكام؟ لـ1,600,000,000 دولار في مدة قليلة جدا جدا. نتكلم على رقم 1,600,000,000 امتى بقى؟ 1998. يعني ده بدأ يشتغل 94 بشركة أمازون، 98 بعد 4 سنين كانت ثروته كان بقى ملياردير، 1,600,000,000 دولار. وواصل النجاح لغايه بقى الاسبوع اللي فات في يوليو 2017، قدر يكون رقم واحد في العالم ب 90.5 مليار دولار، متجاوزا بيل جيتس. هذا الطباخ في ماكدونالدز وبائع الكتب في جراج التي تطورت حالته الاقتصادية وبقى دلوقتي هو مؤسس ورئيس الشركة العملاقة أمازون، اشترى الواشنطن بوست. دلوقتي الواشنطن بوست ملكه، وشركة أمازون العملاقة ملكه، وشركة ثالثة مهمة جدا شركة بلو أوريجين اللي هي شركة فضاء عملاقة ملكه أيضا. يعني شركته ديت هي اللي عملت الصواريخ اللي هي تنطلق تطلع وترجع تاني مكانها، يعني الصاروخ دايما بيطلع وخلاص شكرا انتهى الموقف، انما ده الصاروخ يذهب ثم يعود تاني الى قاعدته. شركته هي اللي طورت ده وعملت تجارب مذهلة لسباق الصواريخ اللي هي تذهب ثم تعود الى القاعدة الصاروخية من جديد. فدلوقتي عنده 3 مؤسسات عملاقة، عنده هذه الشركة لأوريجين العملاقة في مجال الفضاء، عنده واشنطن بوست العالمية الشهيرة، عنده الشركة الأم أو الأساسية اللي هي شركة أمازون، وده المثلث الذي يتحرك به جيف حول العالم. إذن ده مثلث القوة. في تحليل ذلك ما يلي: نمرة واحد، قلت لحضراتكم لو في حد بيشتغل في الاقتصاد التقليدي، في حد في الدنيا يبدأ بدولار يبقى عنده
و600 مليون دولار في 4 سنين، يعني اشتغل 94 98 يبقى ملياردير. طبعا لان هو كان سباق ومدرك وشايف المستقبل اكتر من الاخرين، شايف ان التجاره على الانترنت هتكون هي تجاره المستقبل، وبالتالي عمل في 4 سنين مليار ونص مليار دولار واكتر، اللي ما كانش ممكن اي حد يعملهم في اي مجال اقتصادي اخر في العالم. نمره 2 في هذا التحليل قوه الاقتصاد الالكتروني، لان هو صعوده هو صعود الاقتصاد الالكتروني في العالم، لانه بعد كده بقى في 10 سنين وصل لكام؟ ل 90 مليار دولار. يعني كسب قبل كده في 4 سنين مليار ونص، كسب في العشر سنين اللي بعد كده 89 مليار، فوصل 90 مليار دولار. ده بيدل على صعود الاقتصاد الإلكتروني أو الاقتصاد عبر الإنترنت أو التجارة عبر الإنترنت صعودا مذهلا، خلته يطلع من الصفر سنة 93 إلى الشركة 94 إلى 90 مليار 2017. والنقطة الأخيرة في هذا التحليل انه طبعا قصته قصه ملهمه، لان مش اي حد عايز ينجح يقول اصل فلان والده ساب له، والدته سابت له، اصل ورث من عيلته والكلام ده، ده ما عندوش اي حاجه خالص. هو بادئ بدايه عاديه جدا من اسره بسيطه، والده كان عامل في سوبر ماركت، هو نفسه اشتغل طباخ في ماكدونالدز، ومع ذلك قدر يطلع هذا الطلوع. ايضا في شخصيته الملهمه ان التعليم مهم جدا، يعني مش مهم بقى حياته البسيطة أسرة البسيطة، إنما اتعلم في جامعة محترمة مرموقة اللي هي جامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي. أيضا في شخصيته إن هو شاف المستقبل أكتر مما الآخرين شافوا، وشاف الدنيا رايحة لفين أكتر مما الآخرين شافوا الدنيا رايحة لفين، وبالتالي السبق ده هو ده سبق يساوي 90 مليار دولار الآن. وقتها كان الكل يقول جنون، مين هيشتري الإنترنت؟ دلوقتي بيقولوا أنه رقم 1 في العالم أو 2 في العالم أو 3 في العالم، من أغنى أغنياء العالم بثروة تقارب 90 مليار دولار. هي قصة ملهمة ومثيرة جدا. جيف الذي أصبح أغنى رجل في العالم متجاوزا بيل جيتس، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية أمازون. 3 مقاطع فيديو شرحونا أو يوضحوا جزء من هذا التحليل. الأول شركة أمازون العملاقة اللي بقى عندها طيارات بتغلف عبر إنسان آلي، روبوتس في كل مكان، وبعدين بتودي لدول كتيرة حول العالم كتب ومنتجات أخرى. هكذا تعمل شركة أمازون الآن. مقطع الفيديو الثاني اللي بيشرح لنا أو يوضح جانب من هذا التحليل اللي هي شركة بلو أوريجين اللي اتكلمنا عليها، اللي هي شركة فضاء اللي هي أنتجت الصواريخ اللي تنطلق وتعود إلى قواعدها من جديد. دي برضه ميلك جيف اللي هو أغنى رجل في العالم الآن أو من أغنى الشخصيات في العالم 2017. والمقطع الثالث جيف بيزوس، بنشوف بقى البيت اللي هو عايش فيه. طبعا زمان كان عايش عيشة عادية جدا زي أي إنسان بسيط، لكن بعد الثروة العملاقة وبعد تأسيس أمازون وبعد بقى مليارات الدولارات اشترى بيت ب 23 مليون دولار. البيت ده جيرانه إيفانكا ابنة الرئيس ترامب، جيرانه أيضا الرئيس أوباما. البيت ده نفسه عاش فيه قبل كده 3 رؤساء أمريكيين عاشوا في نفس البيت، والبيت ده بقاله قرن تقريبا لأنه اتبنى أثناء الحرب العالمية الأولى. ده منزل جيف الذي أصبح واحدا من أغنى أغنياء العالم بثروة تقارب 90 مليار دولار.